السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير نتمنى ربي تكون كلشي على خير وبخير، وان شاء الله يخصك تكونوا في صحه جيده. المهم غادي نكون انت هذه مجمع الحيك، هذيك مجمع الحيك اختار الوسواس بحال الناس بشويه اختي، ولكن غادي تعرفوا من بعد علاش غادي نجمع هذا الشيء كامل غنحيدو. المهم دابا ما كاينش سي محمد صورو، قلت لا ما نبقى نستناه، المهم نقص عليه شويه التماره. غادي نحيد هاد الشي وغادي نقرا هاد الكرسي باش غادي نحتاجو. صافي اختي هنا حاطه هاد التسجيلات ديالي اللي تنحتاج، هادي الصراحة ما جاتنيش، كنت شايجة وجودين بتاعت محمد بيها تمارة، شكون عندو تمارة غادي نحيدو. المهم هاد الشبكة خسرنا بها نجمع عليا البودربول كامل، هذا البودربول هذا دوش كنت خديت هداك الباش، ودابا انا باش عارف الكالا خاص يكون مبني مبني بالسلك كل ما نعرف، وانا عند بالي راه صافي زعما راني طفرت وغنجيبو غادي نقادو داكشي، فهمتو؟ يوم اللي جبتو ما بغا يركب ليا حتى خاطر صافي اختي، هنايا غادي نخلي داكشي منوريكمش بعد الكوشي بعد هنا صافي هنايا حط التخاليق مهم ديال السيم، غادي نشد هادشي غادي نجمعو اختي هنايا. أشوف البنات هادو راه هادو عندي ذكرى وعزازين عليا، هادو هادو كانو عزازين عليا كنت في الحي الجامعي كنت واصلاهم كنحطهم، كنت كنحطهم ديكور دايرة كيعطينا طبقة هاكا زعما تنقاد فيها أنا داكشي، كنت تعجبني أختي تعجبني وصافي. هذا راه تهرس هنا وهي كانت الخزانة كنت تسعر، هذا مشال وقاع وهذا سميتو تهرس صافي غادي نحطهم. مش هذا شي حاجة خصني سميتها الديكور، نحيدو هاد الشمية حتى هي صافي. حسي محمد هرسة هاديك راه ريحة السم داكشي باش مسخيتش نحيدها. هادو اختي كان شحال هادي عطاتوني واحد البنت صافي، هادو طلعنا مفاس نجمع هادشي. دابا هادشي كيكون ساهل بزاف كنجمعو، ولكن ملي تيكون سي محمد تيدير ليا الاعصاب يا اختي، تيبقى يقول لي لا هادي ديري لها هكا هادي، والله ما قلت نجمع قبل من هادي، هاديك المبايخرة ديالي تهرسات اختي. ويلي زعما بغا ندير فيها واعرة نجمع بوحدي، ولكن بعدي لي اختي هادشي غادا نشق شوفو التسابيح اختي. ولكن ما عرفت ايه هادو كانوا لاصقين في البيت اختي ستوكاج تاني صافي. هاد البطاطا ندير فيها من كيس مزال نحتاج ما نطيبوكش اختي ما نطيبوكش، هادو مصيمات يعني والله صافي نحتاجهم في شي حاجة ضروري ما نحتاجهم، غنديرهم هنا. هادي غادي نشوف اختي البلاصة هادو نشوف واش غيجيوني، نخشي كلشي كنبانش ليكم. المهم هاديك الصور ديال هاد الشتاء كنبان حتى تشوفو لي كيفاش غديرو صافي. وقاعد نسيها نبداشي باش نقاد كل معايا تشوفو اختي. المهم اختي هنايا الحاجة لي مدرتيهاش راسك المهم دارك شي حاجة ما درتيهاش لراسك ادوات ادوات لطاقه اجي نتي تشوف واش غنقدر نجرب. محيش واش محيش ما نحيد هادشي، نحيد باش نحيد زافية باش نهبط معاكم اختي لتحت شوف شنو نبان ليكم. ما قدرتش
جاني هاد الشيء ثقيل. هاي اللي حتى ظهرتي بخير تقصي تصير مني هاي اللي خفت ملي كنت صاحيه مع مامي قلت اي هي اللي صافي غادي ندير هاد القمص حيره نحطو هنا صافي وحنا خصنا نجبدو داكشي اللي طاح لينا. انا كندير معاكم هادشي بحال معايا حيت بزاف تيكون سعيده كيفاش تديري تهزي شي حاجه من الارض تاعي تيبقى التساؤلات. كنحاول زعما انا نجاوبكم في الفيديوهات نقول لكم شنو كاين ونجاوبكم فهمتوا نجاوبكم حالكم. دابا اختي غادي نحاول نحيد التركيه نحيد ما عطاتش الساعه خصها التفكير والعزيمه والاراده وكل شيء وتزعمي اختي هداتي كحسكم هي باش يبان لكم الروبينه ديال بصح. صافي هنا اختي نحيدو هاد الكرسي حتى ما دي كرسي واحد يوم غير شي كرسي ديال خرا هذا حيت كنحتاج بزاف انا داكشي باش ما بغا داي بديت نضحك معكم عزيزه هي الضيفه قبل عليا مرحبا بي الف مرحبا عرفتو شحال راه عامره بالغبره ربي غيدير في الخير بالنسبة لحيدي من هنايا ونجيبو دابا شحال عام ها نتوما اختي شفتو العادي عرفتو انا هاد الشي راه كيعجبني راه كنديرو كنديرو بكل حب وبكل فرح بكل كلشي عرفتو علاش لان خاص ضروري وبليجي خاص هاد الحالات انك تحركي وديري بحال هكا فهمتو ماشي غير انا وقولي انا قادة خاصك خصيتكم قادة كلشي صافي انا جمعتها دابا هانت خصي الكراسي اللي هي تكي تعاوني الكراسي سير البيت بيت كبير خليه مجموع عرفتو البيت عندي فيه الكوزين عندي فيه بيت الضيعه عندي فيه الصالون عندي فيه كلشي كلشي. المشكله غيبقى ليا اختي في هادي هادي باش نحيدها شو كاين غادي نرفعها باش ندير الصالون باش نحطها تبقى لي غاو ومن بعد غادي تعرفو اختي غادي نرجع غير الكرسي هو اللي رجع معايا كيبقى حنا حيتاج غادي نحتاجها شي حاجه زعما غير كطاقه ايجابيه اختي وشي حاجه جات معايا الحنة اختي وشي حاجه عجبتها شوفوا راه الخاطر والله ما يعلم به الله وعاد ظروفي ما نعاودش لكم ظروفي بزاف شي حاجه اللي هي بزاف وكنحاول انني ما نفكرش وما نخممش شي بهاد الوقيته اللي حنيت فيها وجلست مركزه وتنقلو هذا يعني تنقول استفدت شي حاجه والحمد لله كنت مع ماني قلت غنشد البرا وغادي نقاش وغادي ندير وكنقص راسي اختي وما تنحتاج لحد عرفت ولا كنت الا بغيت نقص خاصني نعيط على 100 تنقاشو وتلقايا مزاليه وتجي عندك وتقول لك خاصني الوقت باش نجي عندك وفهمتي الصراحه كان كيجي ولكن خاصك دائما الوقت. ايوا خليكم في امان الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو.